النهارده على موضوع مهم اللي هو البيرفورمانس سندروم. البيرفورمانس سندروم لها وضعين بوزيشن، يا اما تبقى اكسترنال سنتر اوف ذا هيب فمن الدرجه من 0 ل 60، 0 ل 60 تبقى اكسترنال سنتر، بتبقى اوفر وركد ويز اكسسيف برونيشن اوف ذا فوت. يعني لو الفوت كده عامله كده وادي الهب كده اقل من 60، تبقى اوفر وركد اقل من 60. تعمل ابنورمال فيمر روتيشن، يعني هي لو جت كده هتلف مع هتخلي الفيمر تيجي ايه ابنورمال فيمر انتر روتيشن. لكن مع البرفورمانس مع 90 الوضع بيختلف. ايه اللي بيختلف فيه؟ ان هو البرفورمانس بقى بتبقى ان انترنال روتيتور اند ابدكتور اوف ذا هيب تونيك ماسل، وطبعا بتاثر على الساكرو ايليك جوينت. الساكرو تايتنس اور سبازم فور ماسل كان ريزلت ان كومبريشن اوف سياتيك نيرف اور ساكرو ايليك ديسفانكشن. يعني هي بتعمل مشكلتين في الساكرو ايليك ديسفانكشن والايه وال وبتعمل مشكله ثانيه في الـ في الـ في الستاتيك نيرف. دياجنوستيك تيست طبعا مع الايه الكترو دياجنوستيك تيست فور ستاتيك نيرف، يعني تعمل انت نيرف كونتاكشن فلوس. الساين والسيمتومز بتاع البرفورمانس restriction in normal rotation, restriction in internal rotation, pain and palpation of piriformis muscle. تيجي تتك على الباتوك كده تلاقي في بين. referral pain of posterior side. دايما الحته اللي ورا دي بتبقى بالبوستيريور سايد. weakness in external rotation and positive piriformis test. و uneven sacral base. ان ايفن ساكرال بيز. انا البيرفورمس اهي بيرفورم لور اكستريمز بايوميكانيكال اكزامينشن تو ديترمن اف ابنورمال بايوميكانيكال ار ذا كوز. انت البيرفورمس تعتبر ناس كتير ما بيقدروش ان هم ياخدوا بالهم منها لانها كلها طالعه من اهي ادي الشكل بتاعها اهو. ادي الشكل بتاعها اهو وايه ادي الشكل بتاعها اهو.